هات مفتاح العربية، هات مفتاح العربية. لا طبعا انت مش هتاخدي العربية، انت خبطتي العربية بتاعتك وانا خايف على عربيتي. وايه المشكلة لما اخبط عربيتي؟ بس برضو هاخد العربية بتاعتك. هات المفاتيح. اوه باي باي يا فاشل. استني عربيتي عربيتي. يا خور ابيض، عربيتي عربيتي باظت. اكيد دخلت تلعب زي كل مرة. مش يا نيلي انا جايلك. نيلي انت بوظتي عربيتي وبتلعبي. ايوه مش عايزة عربيتك تاني خلاص. طبعا بعد ما انت بوظتيها انا تعبت جدا لحد ما جبت العربية دي، وانت بوظتيها بالسهولة دي. عادي عادي، ابقى قول لماما تشتري لك واحدة تانية. الكلام ده ينفع ليكي انت علشان ماما بتدلعك، لكن انا لا. كفاية رغي بقى، انا عايزة العب. يلا شوف هتعمل ايه في عربيتك. ماشي انت اسوأ اخت في الدنيا. ماشي ماشي. خير يا حضرة الظابط، في ايه؟ العربية دي بتاعتك؟ ايوه عربيتي، واختي خبطتها. ايوه ايوه، كل المجرمين اللي زيك بيقولوا كده. انت هتيجي معايا عشان تدفع تمن الحاجات اللي انت بوظتها في الشارع. انت اكيد بتهزر، انا ما عملتش حاجة. صدقني يا فندم انا ما عملتش حاجة. يا ابني بطل كدب بقى، على العموم مامتك دفعت فلوس الحاجات اللي باظت، تقدر تمشي وهسيب مامتك هي اللي تعاقبك. حسابك معايا في البيت يا وليد. يا ماما صدقيني انا ما عملتش حاجه، نيلي هي اللي عملت كل ده. يا ابني بطل كدب بقى، انا جايباك من السجن ولسه بتكدب. شفت يا ماما كل شويه يتهمني وهو اللي غلطان. يعني انت مصمم تكدب؟ طيب ماشي يا حضره الضابط، خليه عندك في السجن النهارده عشان يتعلم الادب. يلا يا بنت تعالي ورايا. احسن احسن. قدامي على السجن يا كذاب. ولد يا وليد، ما كنتش المدرسه ليه امبارح؟ بصراحه انا كنت في السجن امبارح. ايه ده، انت بقيت مجرم ولا ايه؟ لا انا بريء، اختي هي السبب. طبعا طبعا، انت عايز ترمي المشكله على اختك زي كل مره. انت لازم تشيل مسؤوليه الاخطاء اللي انت بتعملها. خلي بالك دي اخر سنه ليك، واللي انت بتعمله ده ممكن ياثر على درجاتك وتدخل كليه وحشه. حاضر هاخد بالي يا فندم. الله يا ماما، دي عربيتي بجد؟ ايوه يا حبيبتي دي عربيتك، عايزاكي تحافظي عليها. حاضر يا ماما. ايه ده بجد انت جبت لها عربيه جديده؟ ايوه طبعا، انت بنتي حبيبتي اللي بتريحني، فجيب لها اللي هي عايزاه. ازاي تجيب لها عربيه بعد ما هي كسرت لي عربيتي؟ انا حره، دي فلوسي اعمل اللي انا عايزاه. قولي له يا ماما ما يركبش العربيه دي ابدا. ايوه اوعى تركب عربيه اختك، لا تبوظها زي اللي فاتت. شكرا قوي يا ماما، انا هروح اجربها واشتري لبس جديد، بس ممكن تديني فلوس؟ ايوه يا حبيبتي اتفضلي اشتري اللي انت عايزاه. شكرا يا ماما. خليكي يا ماما دلعي فيها على طول كده. انا اعمل اللي انا عايزاه وانت ما تتدخلش في حاجه. طب وانا يا ماما؟ طول ما انت بتضايق اختك انا هفضل عاملك كده. بس انا مش بضايقها. اللي انت بتتفرجي عليه ده اقلبي، انا عايزه اتفرج على الماتش. لا طبعا الكرتون ده جميل. يا بنتي الماتش مباشر، يبقى اتفرجي على ده بعد كده. لا هتفرج عليه دلوقتي. يا ولاد كان في فلوس عندي في الاوضه، انا مش لاقياها، راحت فين؟ معرفش يا ماما، بس انا شفت وليد من شويه في الاوضه بتاعتك وبعديها خرج ودخل اوضته. ما حصلش، انا قاعده اتفرج على التلفزيون بقالي كتير. كل حاجه هتبان، انا هطلع افتش اوضتك. ايه ده يا ولد، الفلوس عندك بتعمل ايه؟ ايه ده يا ماما، انا معرفش حاجة عن الفلوس دي، اكيد اختي هي اللي حطتها هنا.
ما حصلش يا ماما، انا ما دخلتش اوضتك اصلا. انت كمان بتكذب، يعني حرامي وكذاب. انا مش كذاب يا ماما ولا حرامي. لا انا زهقت منك ومن تصرفاتك، انت كبرت وينفع تعتمد على نفسك. انت تطلع برا البيت وما تورينيش وشك تاني لغايه ما تبقى راجل احسن. برضو انا زهقت من العيشه معاكم. بتجري ليه كده يا ولد؟ مفيش يا حضرة الظابط، ماما طردتني برا البيت ومش لاقي مكان اقعد فيه. ولد انت بشكلك كترت قوي، مره تجيلي القسم ومره مامتك تطردك، انت شكلك هتتحول مجرم ولا ايه؟ تعالى معايا انا هحاول ارجعك لمامتك. في ايه يا حضرة الظابط؟ رجعت لي الولد ده تاني ليه؟ الولد ده بيقول انك طردتيه من البيت، الكلام ده حقيقي ولا هو بيهزر؟ ايوه انا طردته علشان هو مش بيتحمل المسؤوليه، لازم يكبر ويتعلم يبقى راجل. حتى مامتك مش طايقاك؟ انا همشي، بس لو جيت لي في اي مشكله هدخلك السجن. يلا امشي من قدامي. ماما ماما خليني ادخل البيت. انت جيت تاني ليه؟ انت فعلا اسوأ اختي في الدنيا، انت دمرتي حياتي. مش مهم، انت بس متضايق عشان ماما بتحبني. يلا استمتع بالحياة في الشارع، باي باي. منك لله. اصحى اصحى، انت نايم جنب المطعم ليه؟ ايه ده انا فين والساعه كام؟ انت نايم جنب المطعم بتاعنا، ما ينفعش تنام هنا تاني، ودلوقتي الساعه 9. يا نهار ابيض انا اتاخرت على المدرسه. يلا امشي من هنا. تاني يا وليد، تاني بتتاخر على المدرسه؟ معلش يا فندم، كان عندي ظروف برضو امبارح. ولد انت كل يوم عندك ظروف؟ انت اتغيرت عن زمان خالص. معلش اضطردت من البيت امبارح واضطريت انام عند المطعم. ما هو باين من ريحتك فعلا. المهم مهما كانت المشاكل اللي انت عايش فيها لازم تستغلها عشان تبقى احسن، واعتبرها دافع ليك في حياتك علشان تنجح، ولازم تلتزم بمواعيد المدرسة. حاضر يا فندم، اوعدك هلتزم. ازيك يا فاشل؟ بقولك ايه يا نيلي، انا مش ناقصك، انا بسببك نايم جنب المطعم طول الليل. ايوه يا حرام، ريحتك بقت معفنه قوي. انا سمعت اللي انت ما حضرتش الحصه الاولى. ايوه بسببك، كل ده بسببك. لا ده بسببك انت، انت اللي سرقت من ماما. انت لسه تكذبي؟ ما انت عارفه ان انا ما سرقتش حاجه. ما تعطلنيش بقى عشان هروح المول مع ماما. طب ارجوكي قولي لماما تاخدني معاكم، انا عايزه اشتري حاجات. استحاله ماما توافق بعد اللي انت عملته. ابقى روح بقى هات من الفلوس اللي انت سرقتها من ماما. يلا باي باي. انا لازم ارجع البيت اجيب الكتب والحاجات بتاعتي علشان اكيد هحتاجها في المدرسه في المشروع بتاعي. ايه ده، انت ايه اللي رجعك هنا؟ جاي اخد حاجاتي يا ماما. جاي تاخد حاجاتك ولا جاي تسرقني تاني؟ يا ماما انت لسه مقتنعة بالكلام ده؟ انا مش عارف يا ماما انت ليه بتثقي في نيلي وانا لا. انت اللي تصرفاتك غلط وبتحاول تبوظ صورة اختك قدامي، وكمان باباك الله يرحمه كان موصيني على اختك بالذات وانت عارف كده. طب انا يا ماما انا عايز حد ياخد باله مني برضو. تخيلي يا ماما انا نمت في الشارع امبارح. ماشي انا ممكن اخليك في البيت، بس بشرط واحد، لو عملت اي حاجة غلط هتطرد من البيت تاني، واعتبر دي اخر فرصة ليك. شكرا قوي يا ماما وربنا يستر من اختي. يلا سيب الشنطه دي واقعد ساكر، دي فرصه ولازم استغلها. انا هركز في دراستي وهبعد عن اختي خالص علشان ما توقعنيش في اي مشاكل، وهي ان شاء الله تكبر وتعقل. خير يا فندم، عايزاني في ايه؟
انا مبسوطة منك قوي يا وليد، انت جبت اعلى درجات في الفصل بتاعك، شكلك سمعت بنصيحتي وبدأت تركز في دراستك. ايوة الحمد لله، انا بذاكر كويس جدا الفترة اللي فاتت. ناوي تعمل ايه بعد ما تخلص المدرسة يا وليد؟ ان شاء الله هدخل كلية اقدر اساعد فيها الناس، ممكن ابقى دكتور او مدرس. برافو عليك، ولو احتجت نصيحتي في اي وقت عرفني. انا متشكر قوي. ايه ده، الولاد فين يا وليد يا نيلي؟ كويس، الخزنة المرة دي فيها فلوس، هاخد شوية اجيب بيهم لبس. ايه ده يا بنت، ايه اللي انا شايفاه ده؟ فتح الخزنة ومعاكي فلوس ليه؟ ايه مفيش حاجة يا ماما. بقى انت يا بنت بتستغلي ان انا مش موجودة وبتاخدي الفلوس من الخزنة؟ يعني انت اللي بتاخدي الفلوس طول الوقت وبتتهمي اخوكي؟ في ايه يا ماما، صوتك عالي ليه؟ كان عندك حق يا وليد، انا ظلمتك، اختك اللي كانت بتعمل كل ده. ارجوك يا ماما ما تزعليش مني. انتي تسكتي خالص ما تتكلميش. ارجوك يا ماما سامحيها، دي لسه صغيره. اوعدي ماما يا نيلي انك مش هتعملي الحركات دي تاني. اوعدك يا ماما مش هعمل كده تاني. ماشي انا هسامحك، بس لازم تفتكري انا دايما بعملك كل اللي نفسك فيه، وكنت دايما حارمه اخوكي من حاجات كتير، بس جه الوقت ان انا اخد بالي من اخوكي زيك بالظبط. انا اتعلمت الدرس يا ماما، وانا اسفه ليكي واسفه لوليد. بالمناسبه الجميله دي انا هعمل لكم اكله بتحبوها،